السلام عليكم. أكد أمر غرفة العمليات التابعة لرئاسة الأركان بالمنطقة الغربية حسين بودية توقيع اتفاق هدنة بين المجموعات المسلحة بورشفانة والقوات التابعة لرئاسة الأركان العامة ليلة البارحة بجنزورة. وأوضح بودية أن الهدنة تقضي بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام، وذلك ابتداء من يوم أمس، مضيفا أنه تم تشكيل قوة عسكرية مشتركة من المناطق المجاورة لمنطقة ورشفانة للحفاظ على هذه الهدنة. من جانبه قال أمر قوات ما يعرف بجيش القبائل بورشفانة عمر تنتوش إنهم اتفقوا على وقف إطلاق النار وخروج جميع المسلحين من منطقة ورشفانة، مشيرا إلى أنهم لم يحاربوا من أجل الدخول إلى طرابلس، وإنما من أجل العودة إلى ورشفانة التي تم تشريد أهلها حسب قوله. نبحث هذا الخبر وأبعاده مع ضيوفنا عبر الهاتف من مصراتة أحد أعيان وحكماء مصراتة إبراهيم بن غشير، وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من جنزور عضو لجنة المصالحة بالمنطقة عبد الحكيم قدوع، وعبر الهاتف أيضا آمر غرفة العمليات بالمنطقة الغربية عقيد ركن حسين بودية، وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس المحلل السياسي فتحي الفاضي. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك سيد بن غشير، هل لك أن تفصل لنا بنود هذه الهدنة الموقعة بين ورشفانة وقوات رئاسة الأركان؟ أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين. أهلا بك. الحقيقة الحوار الذي حصل ما بين مجموعة من قادة الثوار وقادة المحاور فيما يتعلق بموضوع ورشفانة فقط يعني، وهذا كان بناء على أهل ورشفانة، أهالي ورشفانة حينما اتصلوا ببعض المحاور وطلبوا منهم أن هم يعني يدخلوا في حوار. الحوار في مثل هذه الأمور المفروض يعني أمر إيجابي ومطلوب، ولكن يحتاج إلى إرادة صادقة، يعني لأن الحوار إذا لم تكن هناك فيه إرادة صادقة وشريك قوي قادر على إنجاز ما وعد وما تم الاتفاق به، الحوار هذا يكون لا عبثي لا قيمة له، بل يكون أحيانا سلبي في بعض الاوقات يكون حوار سلبي. طيب هل لك ان يعني سريعا ان تعدد هذه البنود فقط؟ هذه البنود هم اتفقوا على يعني مراحل، يعني تكون مراحل الاتفاق يعني مجزأة، كل مرحلة يتفقوا على بند ويتم البند تطبيقه، ثم بعد ذلك ينتقلوا الى بند اخر والى اتفاق اخر، يعني ما فيش شروط متكامله مرحله واحده. طيب اذا سيد قدوع لربما نتساءل معك عن الخطوط العريضه لهذه الهدنه، ما هي تحديدا؟ سيد قدوع. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه، كنت قد سالتك عن الخطوط العريضه لهذه الهدنه الموقعه بين ورشفانه والقوات التابعه لرئاسه الاركان. بداية أرحب بك أختي وأرحب بزملائي الضيوف وأرحب بالسادة المشاهدين. بعد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أوجز فأنجز زميلي السيد بن غشير على كل ما قاله، لكن تتمة لما قاله بعد أن تنادى من سكان منطقة ورشفانة الجارة العزيزة المجاورة لنا وطلبوا طلبا مشروع وهو حق لهم وهو الرجوع إلى ديارهم، فنال هذا الطلب القبول من جميع اطراف القاده جميع الاطراف من قاده المحاور، لاقى القبول وقالوا لهم هذا حقكم المشروع، وما يستطيع احدا لا شرعا ولا عقلا ان يقاتل احد يريد الرجوع الى ارضه مدنيا سلميا. فبعد ان تم وتحقق هذا الطلب وضعت خطوط عريضه هي تعتبر في بالنسبة لهذا الاتفاق ولهذه الهدنة المباركة إن شاء الله تعالى هي مراحل. المرحلة الأولى وهي التي ستتم بإذن الله تعالى من الليلة، أو بدأت هي من الأمس وصارت فيها بعض الخروقات البسيطة التي لا تذكر، هي مسألة وقف الاقتتال بين جميع الأطراف وحقن الدم الليبي الذي هو الطلب الشرعي الإلهي السني. هذا الطلب هو هذا الطلب المرغوب فيه. طيب في ذات السياق سيد قدوع، الهدنة أيضا تنص على انسحاب القوات التابعة لجنزور وورشفانة من المنطقة شرط تشكيل قوة تقوم بتأمينها، وألا تشمل هذه القوة أفراد من مناطق ورشفانة وجنزور والزاوية وسوق الجمعة. يعني الآن يتم التساؤل من الجهة التي ستكلف بتشكيل هذه القوة؟
هو هذا طبعا هذا ما زال صدد الاتفاق، ما لم يدخل حيث يفيد، لكن هذا الذي حصل. تراجعت قوات قادة المحاور الآن من الزاوية في الحدود التي تحد الإدارية لمدينة تور شفانة، تراجع كل منهم إلى حدوده وأصبح يؤمن منطقة حدوده. منطقة جنزور مثلا تراجعت عن حدودها، ومنطقة زاوية تراجعت عن حدودها، واشترطوا أن تكون هذه القوة قوة حائدة، يعني لا تنتمي إلى المنطقة الغربية فقط، وإنما جزا الله إخواننا من هم الذين رعوا هذه الهدنة وهذه المحاور، حيث تكفلوا هم من المنطقة الوسطى بداية من إخواننا في ترهونة ومرورا بإخواننا في الخمس وانتهاء بمسلاتة وزيتن. هذه القوة التي ستشكل غدا بإذن الله، وستأتي غدا صباحا، ستقف عند الحدود الإدارية لكل المناطق المجاورة لهذه المدينة والشفان. طيب إذا سيد الفضلي، إذا سنعود للتفصيل في هذه النقطة معك سيد قدوع، ولكن سيد الفضلي الآن يعني برأيك ما دلالات توقيع الأطراف على هذه الهدنة في هذا التوقيت الزمني تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة ليبيا لكل الأحرار على هذه الفرصة الطيبة. بالتأكيد نحن نرحب بأي جهود سلمية مهما كان حجمها ومهما كان ومهما كانت الأطراف المشاركة فيها، طالما أنهم ليسوا أطرافا من أباطرة أو وسطين أو أعضاء النظام السابق ذوي الطموحات المضادة لبناء الدولة. طلب أهالي ورشفانة العودة سلميا يدل مرة أخرى على أن في جميع المناطق في ليبيا بما في ذلك ورشفانة والزنتان وطبرق والقبة والمرج والبيضة، كتل عريضة من الشعب الليبي يدعمون ويساندون بناء الدولة الجديدة. ولكنني سيدي الكريمة أقول أن كل هدنة لابد أن تكون لها تنسيق وارتباط مع أصحاب القرار السياسي المدني والعسكري، وألا تؤدي بأي وسيلة لأي سبب إلى شق الصف بين الثوار أو بين القوى السياسية الليبية. نعم للهدنة، نعم للسلام، ولكن ليس على حساب شق الصف أو اضطراب المكان أو زيادة التوتر في المنطقة أو تحقيق أهداف ما ضد بناء الدولة الجديدة. طيب في هذا السياق سيد بن غشير، من الجهة التي ستتولى عملية الإشراف على رجوع أهالي ورشفانة وإتمام الهدنة بجميع بنودها؟ السؤال ما سمعتش كويس من التغطية، يعني طيب أكرره لك من جديد، من هي الجهة التي ستتولى عملية الإشراف على رجوع أهالي ورشفانة وإتمام العمل بهذه الهدنة وفقا لجميع البنود الواردة فيها؟ طبعا الجهه هذه فيها المقترح يبدا اظن من بكره ان شاء الله، كل بلديه من البلديات اللي داخله في الحوار تشكل يعني فريق مكون من اعضاء المدنيين، نفرين من اعضاء المجلس البلدي من اعضاء المجالس البلديه واثنين من العسكريين من كل بلديه. هؤلاء هم المعنيين بالمتابعه والمراقبه على الرجوع وعلى تطبيق بنود الاتفاق. طبعا احنا يعني كاهل مصراتة هنا يعني جزء من المجتمع الليبي وايضا جزء من فجر ليبيا. الحوار كما تفضل الاخ المتحدث قبلي، احنا حريصين على ان يكون ان هذا الحوار هو مجرد خدعه او يكون سبب لشق الصف، وانما لابد ان نكون متفقين جميعا على البنود، ونحن جزء من المجتمع الليبي ونرغب في الحوار، لكن بشرط ان يكون متفق عليه واموره واضحه وكل بنوده معلومه فيها مصلحه للليبيين وبناء الدوله الليبيه. هذه طبعا المجموعه هذه اللي قلنا بتشكلها البلديات هي اللي بتتولى الاشراف والمتابعه. طيب وضحت الفكرة، إذا إلى أن يلتحق بنا أمر غرفة العمليات بالمنطقة الغربية عقيد ركن حسين، ودي أتوجه بسؤال إليك سيد قدوع، لماذا تم استثناء مشاركة جنزور من ضمن مناطق أخرى في القوة المزمع تشكيلها لتأمين المنطقة وفي نطاق تنفيذ بنود الهدنة؟ لو سمحت يا عيدي، لماذا تم استثناء مشاركة جنزور من القوة المزمع تشكيلها في عملية تأمين المنطقة، تأمين منطقة ورشفان وبالتالي رجوع الأهالي إليها؟ طبعا هذا اشتراط جيراننا في ورشفان أن تكون القوة التي تتدخل بين هذه الحدود الإدارية أن تكون قوة محايدة،
يعني اقترح هم شرطوا هذا الامر، وهذا امر مشروع لكي يضمنوا نضمن نحن ويضمنوا هم ان هذه القوة محايدة مخافة خرق الهدنة. نحن نعلم ان هناك بعض الاشخاص هذه الهدنة قد تأتي ضدهم من مجرمين وغيرهم، فاشترطنا واشترطوا هذا، ان تكون هذه القوة محايدة من المنطقة الوسطى اللي هي متمثلة كما ذكرت لك آنفا من ترهونة ومسلات او الخمس والزيتن، لكي تكون محايدة ومنصفة. اذا حدث لا قدر الله خرق لهذه الهدنة، هم قالوا ان تتوجه جميع هذه المحاور باطلاق النار على الشخص المعتدي. وهذا طبعا هذه سنة الله في ارضه، عندما يأمن الإنسان على نفسه وعلى جيرانه هذا الأمر، وإذا أراد أحد منهم خرق الهدنة، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره. وقال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهذه بالنسبة لشرط أن تكون قوة محايدة من المنطقة الوسطى، وهو إظهار لحسن النية وإظهار لحسن الجوار. وأريد أن أنبه على شيء وهو تمتاز به مدينة جنزور عن غيرها من إخواننا في الزاوية وقصر بن غشير وأخوتنا في غريان، أن مدينة ورشفانة وجنزور يوجد بها انصهار ونسيج اجتماعي لا يعلمه إلا القليل، ونريد أن ننبه عنه لكي يسمع الكثير. نحن ثلث سكان جنزور راهم من أهل ورشفانة، أما مسألة وآلية رجوع أهلنا في ورشفانة فكلهم يقطنون هنا، حتى إذا خرجوا يخرجون إلى حدودهم بين أهلهم وجيرانهم إلى أهلهم وموطنهم الأول والثاني. طيب إذا في ذات ورشفانة. السياق، في ذات السياق سيد الفاضلي، هل تعتقد أن هذه الهدنة لربما هي بادرة خير يمكن أن تنسج على منوالها بقية المناطق التي تشهد اشتباكات، وبالتالي توصل إلى حل عاجل للأزمة الراهنة في المنطقة الغربية؟ نعم سيدتي الكريمة، بادرة خير أستاذة علا، إذا العناصر، يعني لا أدري، العناصر هذه الشخصية تنتوش على فكرة من أعمدة النظام السابق، أو نفس العقلية، نفس عقلية الطاغوت، وهي عقلية الخيانة والغدر والقسوة. أنا على ثقة بأن الإخوة الكرام الذين يديرون الهدنة على قدر واعي ويدركون ما أقول، لكنني لابد فقط أن أذكر بعيدا عن أن شخصنة هذه عقلية الأمور. دموية. نعم. غادر، آسف أختي الكريمة، بعيدا فقط على شخصنة الأمور، حتى يعني يكون لربما نساهم في أن تكون لهذه الهدنة وقع يعني خير على الأرض. نعم سيدتي، هذه الهدنة فيها وقع خير كبير جدا، وعودة أهل ورشفان المدنيين إلى مدينتهم بادرة خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر وتنتشر في جميع المناطق، ولكن ليس على حساب أمن الزاوية وطرابلس وجنزور وغريان المدن الأخرى. أيضا كما ذكر ضيفي الكريم قبلي، ألا يتسلل داخل هذه الهدنة أطراف لها أغراض وأهداف أخرى تستغل هذه الهدنة في لأن منذ أيام حدثت هدنة، أيضا حدثت هدنة بسيطة وحدثت فيها خيانة سيدتي الكريمة. الخطأ في الهدنة السابقة، نعم، كانت السماح بالعودة دون التفتيش الأسلحة أو دون نزع السلاح من الأطراف التي عادت، وبالتالي بدأوا في قصف المناطق وفي هنا. لا نريد أن يتكرر هذا السيناريو، ولا يريد أن يتكرر، ولذلك الأطراف التي تمثل ورشفانة لا بد أن تكون من الأطراف التي لها مصلحة في التهدئة حقيقية، ولها مصلحة في بناء الدولة الجديدة. هذا ما قصدته من ذكر بعض الأشخاص. طيب، مع اعتذاري إذا كان هناك بعض الشخص. يعني نعم. الآن ينضم إلينا آمر القوات المساندة للجيش الليبي ورشفانة عمر تنتوش. سيد تنتوش، بداية في أي إطار تأتي هذه الهدنة الآن بين ورشفانة والقوات التابعة لرئاسة الأركان؟ سيد تنتوش، هل أنت في الاستماع؟ طيب، أتوجه إلى سيد بن غشير. إذن تم في وقت سابق، وكما أشار الآن السيد الفاضلي، تم في وقت سابق الاتفاق مع أعيان ورشفانة على ألا تسمح ورشفانة لأي قوة اتخاذ أراضيها نقطة انطلاق لعملية قد تهدد أمن العاصمة. هل بالإمكان الآن مع وجود هذه الهدنة الأخيرة على الأرض، هل بالإمكان الربط بين هذا الاتفاق وهدنة الأمس لتشكلا خطوات عملية لحل شامل ينهي أزمة الصراع في المنطقة الغربية؟ طبعا هذا شيء واجب، يعني لان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين الحقيقه، ولهذا نقول دائما ان يكون الشخص المحاور
أن يكون شخص متمكن أولا قوي قادر على حماية القرارات والإجراءات التي تم الاتفاق عليها، وأن يكون يعني له تأثير على الأرض. يعني الحوار حينما يكون مع أشخاص غير قادرين ولا يستطيعون أن يمثلوا إلا أنفسهم، في هذه الحالة الحوار يكون يعني سلبي بدل ما أن يكون إيجابي. ولكن عفوا، يعني هل نفهم بأن الاتفاق السابق بالإمكان ربطه بالهدنة، بهذه الهدنة الأخيرة، لربما يعني في شكل استراتيجية كاملة لوضع حل نهائي وشامل للأزمة الأمنية في المنطقة الغربية؟ هو طبعا بالنسبة لأي حوار يعني إذا نجح هيكون حافز لغيره من الآخرين أن يتخذوا هذا نفس المنهج، لأن الإنسان ليس بطبعه محبا للحرب والقتال، لأن هذا يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الإنسان ليس بطبعه أن يكون عدوانيا يريد أن يقتل مجرد القتل، وإنما هو يريد الاستقرار. القتل هذا القصد منه هو الطمأنينة والأمل للناس، يعني دفع الضرر، ولهذا احنا دائما نحاول نرتكب اخف الضرائب. واذا استطعت السلم بين الليبيين بالحوار لا نرغب ان يكون بيننا وبينهم يعني حرب، هذا الحرب هذه اخر شيء الانسان يفكر فيه. طيب، لازلت لم احصل على اجابه حقيقيه يعني من قبلك سيد بن غشير. لربما اتوجه الى السيد جدوع بذات السؤال، هل تاتي هذه الهدنه كتكمله للاتفاق السابق مع ورشفانه، وبالتالي لربما خطه شامله لانهاء الصراع في المنطقه الغربيه؟ هذا اولا يا اختي، صدق زميلي، لا يلدغ المرء من جحره مرتين، لكن في الاصل عندنا اصل ثابت وهو مسألة حسن الظن. ينبغي لنا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي، يقول الله تعالى الحديث قدس الجليل. ولكن مسألة الضمانات في هذه الهدنة هو أن أهل ورشفانة حقيقة لم نرهم ولم نتفاوض معهم، لكنهم وكلوا إخواننا من مصراته وإخوانهم، هم ضمنوا هذه إذا كانت لا قدر الله هناك تبعات على هذه الهدنة. أهل مصراته هم أصحاب المبادرة وهم أصحاب الحوار وهم من جاءوا بهذه الهدنة، ووكلتهم ووكلهم أهل ورشفانة، قالوا ما قالوا لهم بصريح العبارة وبلغتنا العامية اللي تديروه علينا ماشي، هكذا حصل. طيب، هذه الهدنة الأخيرة تستمر لمدة 3 أيام سيد جدوع، هل تعتقد أن هذه الفترة كافية للعمل بكل الشروط الواردة أو البنود الواردة في الهدنة؟ هي هذه الهدنة يا أختي هي مراحل. المرحلة الأولى إن شاء الله التي انقضت وهي عودة الأهالي، وبدأ أهالي ورشفانة يعودون. المرحلة الثانية انقضت وهي مرحلة وقف الاقتتال، وهذا الأمر حصل بنسبة ما يزيد على 90%، وهذا ملموس واقع من إذا سألت أهل ورشفانة وإذا سألت أهل جنزور إذا سألت من خلال استقراء الرأي العام، هذا وقع بنسبة 90%. حدثت بعض الخروقات التي لا تذكر، الحمد لله لم ينتج عنها لا قتلى ولا إصابات. هذه مرحلة انقضت. المرحلة الثالثة وهي تتمثل في وجود قوة مشتركة من المنطقة الوسطى، وهذا الأمر إذا تحقق نكون قد حققنا نسبة كبيرة جدا من مدة المصالحة. إذا دخلت القوة المشتركة المحايدة من المنطقة الوسطى بين الحدود الإدارية للمناطق المجاورة لورشفانة، تحققت نسبة الهدنة بنسبة 90% أو يزيد. ثم بعد ذلك مسألة مسائل أخرى، تبعات قد تأتي وليدة اللحظة، هي مسألة البيوت المدمرة، مسألة المجرمين، مسألة الغطاء الاجتماعي عليهم، هذه مسائل لاحقة لا يمكن لنا إذا استحضرناها يا أختي هذه التبعات وهذه التحديات التي تواجهنا، لفشلت هذه المبادرة والله لما نجحنا، لكن هذه التحديات تؤخذ تباعا. نحن المحور الأساسي. إذن يعني لربما لا تتقيد بإطار زمني محدد، هذا ما نفهمه من حضرتك. وهو حصل اليوم. نعم، لربما هذه المراحل التي تقول بأنها تأتي تباعا لا تتقيد بإطار زمني محدد، هذا ما نفهمه من كلامك. الحمد لله، وفق الله الجميع. والله هو عندما الإنسان يحسن الظن بالله ويخلص النية لله عز وجل يوفقه الله عز وجل. نحن هذه مبادرة بسيطة جدا من أفراد تكاد لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة. بالأمس كان اجتماع ضم أكثر من 300 شخص، ضم الأعيان والحكماء والقادة المحاور والأشخاص المعينين، ممكن كان ينقصنا طرف وهو أهالي ورشفانة الذين وكلوا إخوانهم من مصراتة ويعتبروا ممثلين عنهم حكما. هذه المباحثة عندما طيب نحن الآن إذن بصدد الاتصال مع أعيان وحكماء ورشفانة، ولكن في ذات السياق سيد الفاضلي،
هناك من يرى بأن الأعيان في ورشفانة ليست لديهم أي سيطرة حقيقية على القوات العسكرية التي تقاتل مع ما يعرف بجيش القبائل. إلى أي مدى سيؤثر ذلك برأيك على مساعي تنفيذ هذه الهدنة وفق كل مراحلها؟ لها تأثير سلبي كبير أستاذة علا، لها تأثير سلبي كبير. هذا ذكرتيني أيضا بالبرلمان وحفتر، يعني البرلمان لا سلطة له على القوة العسكرية، ولذلك هناك يصاعد العسكريين كما شاءوا ويقرروا ما يشاءوا. ونفس الشيء إذا كان حكماء وأهالي ورشفانة الذين من حقهم العودة ومن حقهم الحماية وبناء بيوتهم وإعادتهم إلى موطنهم، هذا حق من حقوقهم يعني، لكن الطغمة العسكرية للأسف الشديد يبدو لأنها تتفق مع مشهد أو مسيرة صناعة البلبلة واضطراب المشهد الأمني في ليبيا بتهديد العاصمة، تهديد غريان، تهديد جنزور، تهديد المدن الآمنة السلمية. ولذلك لا بد أن تكون هناك معادلة ما، بحيث هؤلاء الحكماء هم من يسيطرون على القوى العسكرية. نفس سيدتي الكريمة، نفس الأزمة في المنطقة الشرقية بين البرلمان وحفتر، بين حكماء ورشفانة والقوى العسكرية. طيب الآن نعم تؤثر سلبيا. نعم طيب الآن إذا سيد بن غشير، يعني في حال أن التزمت جميع الأطراف وانقضت المهلة المحددة لتنفيذ هذه الهدنة، السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، ما الخطوة التالية؟ الخطوة التالية هي لا تأسني في نظري يا أختي، الخطوة التالية هي عليها المعول الكبير، فهو أن هناك خلافات حسب فهمي، طبعا هذا الآن هو مش مطروح على الساحة، أن هناك خلافات يعني طبيعية أو تاريخية ما بين المناطق هذه اللي تحب بعضها ببعض، لابد من تسوية هذه الخلافات، لابد من أن يكون أهل جنزور وأهل ورشفانة ناس أصدقاء وأهل إخوة في الله وأن يحسنوا الجوار. طيب ذلك لابد، ولكن هل هنالك مؤشرات حقيقية على التزام جميع الأطراف بما تنص عليه هذه الهدنة تحديدا؟ لابد الهدنة هذه بعد ما تتم وتتحقق، لابد من أن يكون هناك دور كبير جدا لحكماء ليبيا في نزع الخلافات القائمة بين المناطق الزاوية وجنزور وطرف وبورشفانة طرف آخر، لابد أن تنزع هذه الخلافات وتعود العلاقة ما بين هذه المناطق علاقة حميمة كما كانت في زمنها السابق. طيب من هذا، وإلا تصبح كل هذه الاتفاقات يعني عبارة عن ورق أو حبر عن الورق لا قيمة لها، لأن الأمر فيه له جذور تاريخي، هذا بحسب اعتقادي، وأنا متأكد لو انحلت المشاكل التاريخية حتنتهي كل الأمور. طيب لازلنا نحاول إذا ننوه لنا، لازلنا نحاول التواصل مع رئيس مجلس شورى. نعم وضحت الفكرة، أنوه إلى أننا لازلنا نحاول التواصل مع رئيس مجلس شورى حكماء ورشفانة سيد محمد تنتوش، إلى أننا لم نتحصل على إجابة حتى الآن. سيد قدوع، يعني الآن وفق المعطيات الموجودة على الأرض، إلى أي مدى ستلتزم الأطراف بتنفيذ ما تنص عليه هذه الهدنة؟ أنا أختي ممكن أختصر لك هذه الأسئلة التي طرحتها، وأعتقد زملائي لم يجيبوا عليها، لكن أعطيك مثال بسيط عما حصل. هذه الهدنة حصلت بين المدنيين والشفانة والمناطق المجاورة لها، وهذا من هذا الأساس انطلقنا على مشروعية هذا الطلب وهو الرجوع إلى أهلهم. نأتي للأشياء التي ذكرتيها أنت، أطلق عليها أنا التحديات التي ستواجهنا، مسألة هذه مثل العسكريين ومسألة المجرمين ومسألة الضرر الذي وقع على أهل ورشفانة. هذه التحديات إذا أخلصنا نية الله سبحانه وتعالى، ما الضرر وما المانع إذا رفع إخواننا ورشفانة الغطاء الاجتماعي على المجرمين؟ ما الضرر إذا عوضت الدولة المتضررين من أهالي ورشفانة؟ لربما السؤال يعني لربما نستبدل هذا السؤال ب لماذا لا تقوم ورشفانة لربما برفع هذا الغطاء فعليا وليس مضر؟ أقول لك الآن الإجابة. أهالي ورشفانة عندما هجروا وعندما خرجوا من بيوتهم بسبب هذه الأحداث الماضية صارت عندهم تشتت اجتماعي، ففقدوا السيطرة. هل تعلمين أن ثلثهم يقيمون الآن في مدينة جنزور وهم بين أهلهم وإخوانهم يعيشون في أمن وأمان؟ لكن الذي حصل وهذه الأحداث التي أسمحي لي أختي وأسمح لي زملائي وأسمح لي السادة المشاهدين، هذه التحديات إذا ذكرناها الآن والله إنها ستثبت هذه الهدنة. هذه أمور نجعلها أولا لله سبحانه وتعالى،
ثم لمساع الخيرين الذي ذكرها السيد بنغشير ومسألة الحكماء والسيد الفضلي. طيب وضحت ثم الفكرة، هؤلاء إذن الحكماء يأتي. أشكرك جزيلا، بهذا نصل إلى ختام خبر وبعد. أشكر ضيوفنا عبر الهاتف من مصراتة، انضم إلينا أحد أعيان وحكماء مصراتة إبراهيم بنغشير، وعضو لجنة المصالحة جنزور عبد الحكيم جدوع، وكان من المفترض أن يكون معنا آمر غرفة العمليات بالمنطقة الغربية عقيد ركن حسين بودية، كما انضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس المحلل السياسي فتحي الفاضي. ننوه مشاهدينا إلى أننا حاولنا الاتصال برئيس شورى وحكماء ورشفانة محمد تنتوش، إلى أننا لم نتلقى أي رد. تقبلوا تحياتي، أنا علا عبد العظيم، ودمتم في أمان الله.